السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هضم الأغذية الجزء الثالث، والذي سنخصصه للتحولات التي تخضع لها الأغذية عند عبورها لمختلف مستويات أنبوب الهضمي. وسوف نتطرق إلى المستويات الثلاث: مستوى الفم، مستوى المعدة، ومستوى الأمعاء الدقيقة. نبدأ بالمستوى الأول وهو مستوى الفم. فعلا، فعلى مستوى الفم تخضع الأغذية للمضغ بواسطة الأسنان وتمتزج باللعاب الذي يحتوي على أنزيم النشواز اللعابي. فما هو دور أو تأثير النشواز اللعابي؟ نتابع. نلاحظ هنا جزيئات النشا، وهي عبارة عن جزيئة كبيرة تتشكل من عدد كبير من جزيئات الجليكوز، كذلك جزيئات الماء، ثم نلاحظ وجود أنزيم النشواز. فما هو تأثير أنزيم النشواز على جزيئات النشا؟ نتابع. يتبين لنا أن هناك تفاعل كيميائي بين جزيئات النشا والماء، بينما الأنزيم يلعب دور المحفز لهذا التفاعل. فعلا، سنلاحظ أن الأنزيم لا يشارك في هذا التفاعل الكيميائي، بينما التفاعل وقع بين جزيئات النشا والماء، ما سنسميه بالحلماء. إذن النتيجة: جزيئات النشا خضعت للتبسيط الجزيئي، أي أنها تحولت من جزيئات كبيرة إلى جزيئات بسيطة. فعلا، فجزيئات المالتوز هي جزيئة أصغر من جزيئات النشا، بحيث تتشكل فقط من جزيئتي جليكوز. هذا بالنسبة لمستوى الفم. إذن على مستوى الفم نذكر أن جزيئات النشا الضخمة الكبيرة تخضع للتبسيط الجزيئي، حيث تصبح عبارة عن جزيئات مالتوز، وهي جزيئات أصغر. بالنسبة للمستوى الثاني وهو مستوى المعدة. في مستوى المعدة تخضع الأغذية لهضم ميكانيكي بفضل تقلصات عضلة جدار المعدة، كما تمتزج بالعصارة المعدية التي تفرزها الغدد المعدية. نشير إلى أن العصارة المعدية تحتوي على حمض HCl، حمض كلوريدريك، وبالتالي فإن المعدة تعتبر وسط حمضي. تحتوي هذه العصارة بالإضافة إلى حمض كلوريدريك على أنزيم يسمى البيبسين، أو ما نسميه كذلك بالبروتياز رقم 1. فما هو مفعول هذا الأنزيم؟ نتابع. لدينا هنا جزيئة بروتيد، وهي جزيئة كبيرة جدا تتشكل من عدد كبير من جزيئات الأحماض الأمينية. إذن فعلا كل وحدة من هذه السلسلة هي عبارة عن حمض أميني، أو جزيئة صغيرة للبروتيد وهي عبارة عن أحماض أمينية. إذن هذه الجزيئة الضخمة هي جزيئة بروتيد. لدينا دائما جزيئة الماء، وفي هذه الحالة أنزيم البيبسين أو البروتياز 1 كما أشرت سابقا. نلاحظ فعلا هناك تفاعلات كيميائية تحدث بين الماء وجزيئات البروتيد الضخمة، كأنها تنقسم إلى قطع أصغر. إذن فعلا التفاعلات تحدث دائما بين جزيئات البروتيد وجزيئات الماء، بين جزيئات الغذاء وجزيئات الماء، ما سنسميه الحلماء. التفاعل مع الماء يسمى الحلماء. نتابع. فعلا تلك الجزيئة الكبيرة للبروتيدات انقسمت إلى جزيئات أصغر، وهي ما نسميها بجزيئات عديد البيبتيد. إذن فجزيئات عديد البيبتيد تتشكل من عدد أقل من جزيئات الأحماض الأمينية. التفاعلات التي حدثت بين جزيئات البروتيد وجزيئات الماء تسمى الحلماء، أشرت إلى ذلك فيما قبل. فالتفاعل مع الماء يسمى الحلماء. هذا على مستوى المعدة. إذن على مستوى المعدة الغذاء الذي يخضع للتحولات الكيميائية ما سميناه التبسيط الجزيئي، وهي البروتيدات فقط، بحيث تحت تأثير أنزيم البيبسين تتحول إلى جزيئات أصغر، وهي جزيئات عديد البيبتيد. للإشارة فقط على أن أنزيم بيبسين لا يكون فعالا إلا في وسط حمضي، فالمعدة وسط حمضي. بالنسبة للمستوى الثالث وهو مستوى الأمعاء الدقيقة، ففي مستوى الأمعاء الدقيق تمتزج الأغذية بكل من العصارة البنكرياسية التي تفرزها البنكرياس، العصارة المعوية التي تفرزها الغدد المجهرية لجدار المعي الدقيق، بالإضافة إلى الصفراء التي تفرزها خلايا كبدية. سنبين بطبيعة الحال دور هذه الصفراء. في هذا المستوى تحدث عدة تحولات كيميائية، سنشير إلى بعضها. فعلا أول تحول سنشير إليه وهو الذي تخضع له جزيئات المالتوز. في هذه الحالة هناك أنزيم يسمى أنزيم المالتاز، دائما جزيئات الماء. نعم، تفاعلات التي أشرنا إليها نتابع. إذن جزيئة المالتوز خضعت هي بدورها إلى تبسيط جزيئي، فأصبحت عبارة عن جزيئات صغيرة جدا، وهي جزيئات الجليكوز. إذن جزيئات الجليكوز هي أصغر الجزيئات السكرية. نتابع.
التحول الثاني تخضع له جزيئات عديد البيبتيد، وبطبيعة الحال نلاحظ هنا أن الأنزيم هو البروتياز رقم 2. نتابع. فعلا دائما تفاعلات مع الماء، إذا تحدث تفاعلات بين جزيئات عديد البيبتيد وجزيئات الماء، والأنزيم دائما يلعب دور المحفز. لاحظوا معي هنا على أن الجزيئات التي حصلنا عليها هي فعلا جزيئات صغيرة جدا، هي أصغر، وهي الأحماض الأمينية، وهي أصغر الجزيئات البروتيدية. إذا الأحماض الأمينية هي أصغر الجزيئات البروتيدية. أنزيم البروتياز لم يشارك في التفاعل. التحولات الثالثة، التحولات الكيميائية الثالثة، هي التي تخضع لها الدهنيات. ولكن بالنسبة للدهنيات هناك دور الصفراء التي أشرنا إليها تفرز من طرف خلايا كبدية. فما هو دور هذه الصفراء؟ لدينا هنا قطرة من الدهون، قطرة من الزيت. نلاحظ ماذا سيحدث. إذن فعلا بفضل الصفراء تحولت تلك القطرة الكبيرة من الدهنيات إلى قطيرات دهنية دقيقة، تسمى هذه العملية عملية الاستحلال. الهدف من ذلك وهو تسهيل عمل أو تأثير أنزيم الليباز المسؤول عن تحولات التبسيط الجزيئي لهذه الجزيئات الدهنية. نتابع. فعلا لدينا هنا جزيئات دهنية بعدما خضعت لتأثير الصفراء، هنا تدخل أنزيم الليباز الذي يسهل عليه العمل الآن. جزيئات الماء دائما. نتابع. فعلا التفاعلات كما أشرنا إلى ذلك، والنتيجة جزيئات الأحماض الدهنية والجليسيرول، تلك الجزيئة الكبيرة لجزيئات الدهنية بطبيعة الحال انقسمت إذا صح التعبير إلى كل من الأحماض الدهنية، جزيئات الأحماض الدهنية والجليسيرول. أنزيم ليباز بطبيعة الحال كان ضروري لحدوث هذا التفاعل، ولكنه فقط يلعب دور محفز. حصيلة ما تطرقنا إليه، إذا دائما هناك تفاعلات مع الماء وهي الحل ماء، دائما درجة الحرارة الداخلية للجسم وهي 37 درجة سي. للإشارة فقط بالنسبة لمستوى المعدة، البيبسي لا يكون فعالا إلا في وسط حمضي. الأغذية الناتجة التي أشرنا إليها بطبيعة الحال كلها نجدها على هذه الصفحة. نتابع. لدينا هنا تمرين تفاعلي يطلب منا أن نقوم بسحب ووضع كل كلمة في الخانة المناسبة بسرعة، ربما تعرفون ذلك الآن. إنجاز هذا التمرين التفاعلي سيكون بإمكانكم القيام به أنتم بأنفسكم على الموقع svtlange.se. إذا على مستوى الفم النشا، إذا الأنزيم مسؤول وهو النشواز، إذا أقوم بجر كلمة النشواز وسحب كلمة النشواز إلى مكانها. الغذاء الناتج بطبيعة الحال وهو المالتوز، إذا بسرعة. على مستوى المريء لا يحدث أي شيء، مستوى المعدة البروتين، الأنزيم البيبسين، ثم النتيجة عديد، الغذاء الناتج عديد بيبتيد. بالنسبة للأمعاء الدقيقة هناك مجموعة من التحولات، إذا الدهنيات، الأنزيم المسؤول وهو الليباز، الغذاء الناتج بطبيعة الحال وهو الأحماض الدهنية فعلا، ثم عديد البيبتيد، الأنزيم المسؤول وهو البيبتيداز أو البروتياز رقم 2، ثم أعتذر نعم، ثم الغذاء الناتج وهو الأحماض الأمينية وهي أصغر جزيئات بروتيدية، وأخيرا بطبيعة الحال المالتوز الذي يخضع لتأثير أنزيم المالتاز، والنتيجة بطبيعة الحال وهو جزيئات الجليكوز. صحيح نعم بسرعة. إذا ما أشرنا إليه فعلا صحيح. شكرا على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.